السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى. وصل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنهم وصل لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. كنت عايز أقول لحضرتك، كنت سمعت لايف مباشر لحضرتك وللشيخ وحيد بن عبد السلام بالي وأنتوا في الحج من شهر كده. وبعد؟ كنت بتتكلموا عن فضل قيام الليل. انا الحمد لله كنت بصلي قيام الليل، بس كنت متقطع بعد درسكم. الحمد لله الحمد لله ما فوتت شهور يعني في قيام الليل، ربنا يتقبل يا رب. عايز اقول لحضرتك ان كل كلامك وكلام المشايخ بيأثر في ناس كتير، ربنا يبارك فيك ويتقبل منكم ان شاء الله. الله يسلمك. يعني انا اتمنى من حضراتكم ما تبخلوش على اي حد باي حاجه ممكن كلمة تأثر في واحد زيه وزي غيره. إن شاء الله، جزاك الله خيرا، أشكرك. كذلك الأمر برضه في عفاء اللحية، كنت سمعت فيديو لحضرتك والحمد لله بقى لي سنة مطلق اللحية. إن شاء الله يبقى الأجر في ميزان وميزان حسناتك بإذن الله. يا رب. أحبك بالله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يتقبل منا ومنك. أشكرك، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اتفضل. اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك دي عندي حضرتك سؤال بس. اتفضل. لو انا كلمت حد بتاع فودافون كاش، ايوه، قلت له مثلا انا عايز 5000 جنيه احولهم دلوقتي واحولهم لي، بعدين يومين رحت اسدد المبلغ قال لي انا عايز 5050. ال 50 ضريبه ولا ايه النظام؟ ال 50 مقابل التحويل ولا مقابل الاجل؟ مقابل التحويل. لا، الاجره كانت مقابل التحويل، فالاجره لا باس بها. تمام، اذا كانت مقابل التحويل لا باس بها. ايوه نعم. مشكله، ادي ال 5000 وادي ال 50 مقابل التحويل. الله يسلمك. شكرا، جزاك الله خير. الله يكرمك. مرحبا يا شيخ عوض ابن مسعد، وفقك الله لكل خير. بارك الله فيك يا محمد بن حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل، الله يحفظكم. نعم. ما معنى الزريات الزرويه؟ الرياح التي تذري التراب وتذري الأشياء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل مولانا الإمام. كيف حالكم؟ الحمد لله، ربنا يديك الصحة مولانا. أنا عندي بس بعض الاستفسارات، معلش طول بالك عليا فيها. تفضل. بسم الله. في خلاف بين الحنفيه
والشافعية مثلا في سنة الفجر. نعم. سنة الفجر، يعني في بعض الحنفية كتير يعني بيخش المسجد والإمام بيصلي، فبيصلوا السنة وبعد كده يبدأوا في الفرض. نعم. هل هذا وارد في السنة؟ لا، الوارد في السنة خلاف هذا. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فصلى رجل من السنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربع، الصبح أربع. بارك الله فيك. يعني ينفع أنهى واحد من متبع المذهب الحنفي أنهى عن مثلا طالب عندي، ينفع أنهى عن صلاة السنة إذا أقيمت الصلاة ينفع أنهى، ولا أخليه لما هو ماشي مثلا بأدبه؟ عفوا، إذا كان بدأ في الصلاة، دخل في الصلاة وبدأ فيها وبعد ذلك أقيمت الصلاة، لا تنهاه، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. تمام. لكن كان سيشرع بعد إقامة الصلاة. نعم. سيشرع تنهى. تمام. الله يسلمك. موضوع أمين في الصلاة برضو، هم بيسروا أمين في الصلاة، هل هذا يعني لا مشكلة فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. فإذا كانت اليهود ستحسدنا على التأمين دل ذلك على أن التأمين يرفع به الصوت. وكذلك قال أبو هريرة لبعض الأئمة لا تفتني بأمين أو لا تفتني بأمين، وقال عبد الله صلوا خلف عبد الله بن الزبير فأمنوا فسمعت للمسجد لجة. الله يبارك فيك. ماشي. موضوع خروج الدم من الانسان مثلا وهو بيقرا القران، بيقوم بيصلي مثلا بيتوضا مثلا او بتاع، ينفع اخليه مثلا انهى عن الوضوء واقول له مثلا اكمل قراءتك، ولا كل واحد لا يلزم يعني قراءة وضوء خروج الدم منه لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك يا ربي، تفضل. بعد إذنك، معنى تنزيه اللعن سمات الحادثات كالألواء. والله ما نعرف الكلام، نحن ننزه ربنا عن كل ما لا يليق به، يعني ننزه ربنا، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، ننزه ربنا عن اتخاذ الولد. قال لا شريك نقول سبحانه، قالوا لله زوجة سبحانه، ننزه ربنا عن كل ما لا يليق به إجمالا. أما هذا الكلام علم الكلام وفيه مدسوسات قد لا تعرفها أنت وقد لا تفقهها تورطك، يعني ما فكرش في الكلام ده خالص. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا لله. يبارك فيك. عندي سؤال، شخص كان قادم من الخارج ويعمل في دول الخليج، وكان قادم آخر يوم في شهر رمضان. طيب. هذا الشخص مريض بالسكري. طيب. فوصل مطار بلاده، أذن عليه الفجر في مطار بلاده. طيب. هل وجب عليه الصيام ولا يجوز ان يفطر؟ انت تقول هو مريض، والمريض اصلا له رخصة في الفطر بغض النظر عن سائر السؤال. الله سبحانه قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالمريض اصلا له ان يفطر اذا كان لا يتحمل الصوم. ثانيا، واذا وصل مطار بلده، هل مدينته فيها المطار أو سيأخذ مواصلة أخرى لبلده؟ لا، سيأخذ مواصلة حوالي ساعة. إذن لم يصل بلدته، فله أن يفطر أيضا كصائم. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول لي معاليك الوقت، حديث بلغه عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. نعم. هل هذا الحديث لعامة الناس
لمن يستطيع أن يبلغ عن رسول الله بلاغا صحيحا؟ مثلا بتكلم مع واحد خطيب. لمن يستطيع أن يبلغ عن رسول الله بلاغا صحيحا؟ النص عام. النص عام. النص عام. أي نعم. شكرا يا مولانا. وياك عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. ربكم بخير دائما يا رب. تفضل. هو اسم الله الأعظم. لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين اسم الله الأعظم. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث معلول وهو أمثل ما ورد في الباب لكنه معلول. وجمهور العلماء يقولون إن اسم الله الأعظم هو الله، لأن سائر الأسماء ردت إليه، تقول: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى غير ذلك. فإن قيل لهم: لماذا ندعو ونقول اللهم ومعناها يا الله ولا يستجاب لنا؟ فالجواب على ذلك، الجواب على ذلك بأنك لم تستوفي شروط الدعاء، أو أن الأمر مرده إلى الله سبحانه، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا عم الشيخ. وحياك وبارك فيك. الله وبارك في عمرك يا رب ويزيدك. لو سمحت، عندي ابو والدتي، ابو زوجتي، كان بيحج متمتع الحج اللي فات ده. نعم. ولما رجع هو صام هناك ثلاث ايام. نعم. ورجع، من بعد ما رجع بثلاث ايام اكتشف كان في حاله اعياء، كشفه كده اكتشف ان هو عنده ورم في الكبد. ربنا يشفيه. الله يعافيه من عنده. الله يعافيه من عنده. اللهم امين. فالحاله في تدهور من ساعه ما رجع. ايوه. كده هيبقى صعب موضوع الصيام. فكده يبقى عليه هدي تاني ولا ايه الكفاره ولا؟ هو ما استطاع يذبح في الحج. طيب، ما هو كده يعني. اسالك سؤالا. ابنه في السعوديه، الموجود في السعوديه. يعني هناك؟ لا بس صبرا يعني. صبرا. قاعد السؤال من مطلعه. هو كان حاج متمتع. ولم يستطع ان يذبح لفقره. ايوه. فعليه صيام الثلاث ايام في الحج وسبع اذا رجع. وصام الثلاثة هناك. وهنا اكتشف ان عنده وباء كبدي لا يستطيع الصيام. ايوه. الله يسلمك. ايوه. ممكن يطعم مكان كل يوم مسكين كاجتهاد إن عجز تماما، أو يصوم عنه أولياؤه، لكن هذا في حال موته دون الصيام، لكن هو اجتهاد أيضا. هو اجتهاد مش اجتهاد. الفتوى في المسألة اجتهادية، ويطعم مكان كل يوم مسكينا. الله يبارك فيه. الله يعافيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله. الله يبارك فيك. دايما يا رب. معلش يا شيخي، انا عندي استفسار بس بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا بنتي شيخي عندها 12 سنه، بس هي عندها سمات توحد. ايه؟ بنتي عندها 12 سنه. ايوه. وبلغت، بس هي العمر العقلي بتاعها يا شيخ اقل بكتير. تمام. وهي من ضمن البرنامج العلاجي بتاعها بنت ان هي لازم تتدرب سباحه. فانا عندي ليها يعني في اثنين مدربين قدامي، فتاه ومدرب. بس الفتاه يا شيخ انا وديتها للفتاه عشان الحرمانيه وكده، لكن هي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير. وإياك، تفضل شيخنا. بالنسبة لصلاة الفوائد، يعني أنا من 5 سنين كنت بقطع في الصلاة. نعم. فأنا دلوقتي ما بصليش سنن الرواتب وبجيب الصلاة المفروضة للفائدة. أحسنت، لكن لو لو صليت النوافل أيضا لكان خيرا، لكن عموما الواجب عليك قضاء الفوائد عند جماهير العلماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. لا حرم الله منكم شيئا. يا رب وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أثناء الوقوف في الصلاة. نعم. أثناء الوقوف في الصلاة. أثناء الوقوف في الصلاة. هل يتم الإمساك بمعصم اليد اليسرى في اليد اليمنى؟ هل إيه؟ هل يتم الإمساك؟ يتم الإمساك. يعني إيه يتم الإمساك؟ يعني كده يعني ولا كده ولا إيه بالضبط؟ الإمساك بمعصم اليد اليسرى باليد اليمنى. يعني تقصد ايه؟ هل يتم الامساك؟ يعني مش فاهم. يعني الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه رواية. والاخرى امرنا بوضع يمنى على شمنا في الصلاة، حديث سهل بن سعد الساعدي. هذا الوارد فقط، ما في اي تفصيل، التفاصيل فيها ضعف. السلام عليكم. ربنا يأخذني بذنب واحدة حطت فلوسها في البنك والشيخ قال دي حلال ليك عشان ظروف طلاقك لأنها أخذت رقم الشيخ مني، لما قلنا لا حلال. إذا كنت تقصديني لم أقل هذا، شيخ آخر. اسحبي فلوسك من البنك يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرت الشيخ، في حد كان كلمك دلوقتي على موضوع فودافون كاش. هو قال لي 50 جنيه اجر التحويل كذا قال. بس هو قال لحضرتك انه بعد يومين، قال لك أيوة جاب المبلغ بعد يومين. اصلي خد بالك من الموضوع دلوقتي، الان اذا كنت ببيع عملة لازم تكون التقابض في الحال، لكن اذا قلت لك انت اسمك ايه، ما اسمك؟ محمد. قلت لك يا محمد، بالله عليك يا محمد ارسل لي 10,000 جنيه، خذ وصل لي او ارسل لي من معك 10,000 جنيه للقاهرة، وانا ان شاء الله ادي لك اجرة المواصلة. هل فيها مشكلة؟ لا خلاص، هو قرض، لكن انت الاجرة مقابل التوصيل. لو كانت الاجرة زيادة حرام على طول، لا شك في ذلك. يعني التأخير هنا طالما هاخد نفس، اصل هو مش بيع مثلا 10 جنيه على الاقل. اصل هو وكيل في التحويل، يعني هو وكيل في التحويل حتى لو تأخر يوم او اثنين او ثلاثة، هو وكيل في التحويل. سلام عبد الرحمن. ماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وإياك. ليا أخت كانت مخطوبة وكانت متفقين أهل العريس والعروسة على 50,000 دهب، تمام؟ جابت 25 وقال لها 25 على الفرح. أيوة. كتب كتابها بس ما دخلش بيها، وعايز يعني يطلق بس على أساس إنه ياخد نص الذهب اللي هو جابه لها، مش نص الذهب اللي اتفقوا عليه. إيه الصح بقى؟ هو المفروض المطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق المتفق عليه، والصداق المتفق عليه في الغالب في مصر الشبكة والمؤخر والأثاث الذي يأتي به الزوج. ما كانش في أثاث ولا في قيمة. أيوة. إذن في مؤخر، في مؤخر، وفي ذهب كانوا متفقين على 50، كان جاب 25 وقال 25 هجيبهم على الفرح. لا، 25 التي أخذتها. طب هو مش عايز يطلق غير لما ياخد نص ال 25. هو ظالم. هو ظالم يعني بهذه المثابة. يعني هو ليها 25. اي على اذا اتفقوا على ده ب 50. ايوه هم اتفقوا على كده في وسط الرجاله، يعني لها النصف، لها 25 الا اذا عفت.
إلا إذا عفت. أي ما هو قال الله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تمام ماشي. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك حضرتك يا شيخ، أولا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وإياك تفضل. حضرتك يا شيخ في سؤال بس عشان مش عارفين نعمل إيه والله. تفضل. دلوقتي إحنا يعني مجموعة مديرين، ثلاث مديرين شركة بنعمل في شركة يعني، وأصحاب الشركة دول اتنين ما لهمش دعوة بالشغل، موكلين يعني في كل حاجة يعني. يتابعوا من بعيد كده. المهم يا شيخ في واحد محاسب في الشركة سرق مبلغ. طلع مبلغ 150,000 جنيه ومشي، واحنا رحنا له البيت وجبنا لقينا طبعا لقيناه كمان ابن عاق، ولما عرف ان احنا جايين ترك بيته وترك الموضوع لابوه وامه واخواته البنات ومشي، وابوه هو اللي ملتزم معانا بالسداد الدين حاليا يعني. طيب ايه السؤال؟ ما السؤال؟ ايوه يا شيخ، فدلوقتي ابوه سدد نص الدين والنص الثاني لا ما سددوش، ومسكين جدا 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 يا شيخ. احنا في الشركه دي بنطلع زكاه مال وبنطلع صدقات، فهل يجوز يا شيخ نديله من الصدقات ديت ان هو يقضي بيها الدين عن ابنه؟ سلموها له في يده الاول. هنديها له في ايده، مش هناخدها من جوه جوه كده يعني. ايوه نعم. الاول هو نعم باب مساعدته انه يقضي الدين عن ابنه، خاصه انه مش هو صاحب الدين ده ابنه، بس هو بيسد عنه يعني. ممكن تسلموه الفلوس وتطالبونه، ما فيش مشكله. طيب يا شيخ ماشي، جزاكم الله يكرمك. احبك الله يا عمر عماد، بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك انا كنت مأسس الشركه. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، جزاك الله خير. الحمد لله. تفضل. الله غني من يحبكم في الله. حبك. لو في رجاء يعني بعد إذن حضرتك في التعليقات في بعض يعني الناس بيسألوا، وفي ناس من الإخوة الأخوات بيرد عليهم بالفتوى، فهم بيقولوا في الغالب إن هي بتكون فترة حضرتك بس. لا أنا شوف يا أخي الكريم، الله يجازيك كل خير عنه وعن المسلمين، لم أوكل أي واحد من الإخوة والأخوات في الإجابة نيابة عني أبدا، فالذي يجيب يتكلم براحته. أنا لم أوكل لا أخ ولا أخت على هذه الصفحة أو في غيرها بالإجابة عني ما دمت حيا. فإذا أنا سمعت من لساني مرحبا وأنا وسهلا. التعليقات كثرت جدا على ومشاحنات بين الإخوة، وهذا يتكلم وهذا يرد عليه، ما وكلت واحدا منهم أصلا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نعم. اشكرك. السلام عليكم. شكرا. عليك السلام وبركاته. دكتور هاني بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. بقول لحضرتك هل يؤخذ العذر بالجهل؟ طبعا عندنا عده ادله على العذر بالجهل من الكتاب والسنه. الحديث اذا ما مت فاحرقوني، صحيح يا شيخ؟ صحيح طبعا في البخاري. طب ليه سؤال تاني شيخ؟ تفضل. ايه رأي الدين في العالم لما يبقى متكبر؟ ما تقولش رأي الدين بقى، يعني لان ما رأيه؟ ان في احيانا انت تسأل اسئله والعلماء لا يحبونها، على سبيل المثال ما رأي الشرع في كذا؟ رأي الشرع في كذا قد اصيب وانا اقول رأي الشرع وقد اخطئ. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريدة بن الحصيب: إذا حصرت قوما فأرادوا النزول على حكمك فلا تنزلهم على أرادوا النزول على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله ولا تصيبه، ولكن أنزلهم على حكمك. فأنت تسأل عن الرأي في المتكبر، الكبر مذموم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ جحد الحق وإنكار الحق، وغمط الناس احتقار الناس وازدراء الناس، فالكبر هو ازدراء الناس واحتقار الناس.
تمام، ربنا يزيدك شيخ مصطفى. ليا طبعا عند حضرتك. اتفضل، الله يحفظكم. ممكن تزود لنا البرنامج؟ انا بستفيده جدا منه، لو نص ساعة كمان حتى يعني. والله انا اتمنى، بس يعني الساعة، الان انت شايف الساعة 2 الثلث، فربنا يعيننا ان شاء الله، ربنا المستعان. ربنا يزيدك. شكرا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يوسع عليك. شيخنا كنا عاوزين نسأل في مسألة رسوم فودافون كاش. احنا في بعض الأحيان احنا تجار فودافون كاش. بنحول الفلوس دي لناس وبنرجع نحصلها في نفس اليوم بالليل أو تاني يوم. السؤال هنا، أنتم لستم تجار عملة. أنتم فقط تعملوها مساعدة للناس. نعم. لكن في السؤال الموجه اليكم، نتربح منها، نتربح منها. اي بس اصبر عليا، بس اصبر عليا. انا زي جئت الان اعطيتك 1000 جنيه، قلت لك حولها لي. نعم. تاخذ مني عموله كم؟ باخذ رسوم في ال 1000 جنيه 10 جنيه. 10 جنيه. اذا جئت وقلت لك للتوادد الذي بيني وبينك، يا فلان حول لي 1000 جنيه لكن هسلمها لك غدا ان شاء الله، هتاخذ مني كم رسوم؟ نفس الرسوم. نفس الرسوم. نعم. فإذا هي الزيادة نشأت عن الرسوم، لم تنشأ عن ماذا؟ عن الآجل. نعم. غاية اللي ممكن يعترض علينا به في هذه المسألة، إن واحد يقول هذا قرض جر نفع. نعم. فإحنا نقول مو قرض جر نفع، ده مساعدة على البر والتقوى في الحال يعني. كما واحد يروح يصرف من واحد 10 جنيه، بقال يقول له خذ 5 وبعد شوية خذ 5، دي ليست تجارة بيع عملة قدر ما هي مساعدة على البر والتقوى. نعم. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. هذا أنت لا تفعله مع كل الناس. نعم. طبعا. بارك الله لك يا أختي ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك إبراهيم عزة. يا مرحبا يا إبراهيم، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. دعواتك لنا نعدي في الامتحانات على خير. ربنا يهيئ لك من امرك رشدا ولنا وللسامعين والسامعات. ربنا يديك الصحة. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسف يا شيخي الخط قطع وأنا بكلم حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا دلوقتي شغال في القاهرة، بس الشغل يعني مريح شوية، فهشتغل في شركة سياحة في شرم الشيخ. والله يا أخي أنا يعني أربأ بك أن تذهب إلى هذه الأماكن القذرة. إذا بالأماكن أهلها أهل صلاح بارك الله فيك. ربنا يبارك لك يا شيخ. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هو ما حكم الأذان بالمقامات يا شيخ؟ الأذان بالمقامات؟ والله ما أعرف على عهد الرسول ولا نقل هذا، المهم واحد صوته ندي وعالي مرتفع يؤذن. طيب وحكم الأذان بس مش في اتجاه القبلة مثلا؟ ما في مشكلة إذا كان في ميكروفون، ما فيش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. دلوقتي يا مولانا أنا بعت جبت ملابس هدوم يعني لأولادي أونلاين. طيب. تمام. والهدوم دي طلعت مش هي اللي انا عايزها، مش نفس المقاسات. وبعدين طلبت من الشركه اللي هم يبدلوهم لي فما رضوش يبدلوهم. طيب وبعد وبعدين رحت انا عامل حيله واتصلت من تليفون تاني وخليتهم جابوا لي المقاسات اللي انا عايزها وبدلتهم من غير ما هم يعرفوا، عطيتهم المقاسات بتاعتهم اللي هي مش مظبوطة عشان هم كانوا هيخلينا ارميهم. وانت كنت في الاول طالب مقاسات هم لم يرسلوها لك ولا انت المخطئ من الاصل؟ لا هم المخطئين. خلاص اخذت حقك، شكرا. وانا عطيتهم مصاريف الشحن تاني برضو. ما عليك مشكلة، هم المفترض يتحملونها. تمام يا مولانا، انا كده ما عليش اسم. على كلامك. ايوه مولانا. مع السلامة.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، أولا ممكن أستأذن حضرتك أسجل بس المكالمة دي عشان أسمعها للي هيعمل فاتو؟ اتفضل اتفضل اتفضل. أشكر حضرتك. حضرتك أنا كان سؤالي على في شخص سألني قال لي ما الحكمة أن شخص يبر والده اللي هو بيعامله معاملة سيئة، يعني والده مثلا بيضربه وبيشتمه يتحمل عليه. يتحمل وإن آذاه والده لوجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى عفوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، فقال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وحضرتك طب حديث إن معناه يعني إن الواصل مش هو مش المكافئ برضه ينطبق في الحالة دي؟ ينطبق أيضا نعم، لكن مش انطبق كامل يعني. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله يسعد أيامك يا رب. وأيامك يا رب، تفضل. كان عندي استغفر الله يسعدك. تفضل. كان عندي حماية على قيد الحياة الله يديه الصحة والعافية، كان عنده قطعة أرض كبيرة وكان عنده بيت. قطعة أرض وبيت وبعد. تمام. فكان اللي هو كان اللي هو كان خد منه اشترى منه الارض والبيت والكلام ده كله، كانوا ما كانوش بيكتبوا ورق زمان، فهو دلوقتي حب يثبت ان الورق دوت موجود في الحكومه وكده، فراح كاتب كل شيء لابنه الوحيد، وعنده اربع بنات وولد. يعني كتب كل ما يملك للابن الذكر؟ ايوه للابن الذكر. ايوه. على اي اساس يعني؟ هو عشان يعني يثبت بالورق بس، فهو دلوقتي عاوز يكتب يبرأ ذمته ويكتب كل ورث بنته والاولاد بحيث يكونوا في عقد مكتوب. طيب يعني هو يريد يعدل لموافقة الشرع. نعم. ايوه. بعد هو دلوقتي عاوز يكتب لكل بنت مثلا حقها، وهو عنده اربع بنات والولد والزوجة. ايوه. هو لازم يكتب يا اخي. هو كتب لنا عشان هو بس اثباتا في الورق بس. يعني هو يعني هو لازم يكتب، ما لا ممكن يترك الامور كما يريدها الله. هو كما يكتب كما انا بسال عشان كما يريد الله. ما انا اقول يعني اذا تركها كما يريدها الله افضل. اذا مات كل واحد ياخذ حقه بالشريعه. لكن الان ممكن بنت البلد تموت قبله او ولد يموت قبله، يرجع نرجع في مساله ثانيه. هو مش عاوز يوزع، هو عاوز يقسم بس، ولكن ممكن يحط الورق دوت عند محامي لحين يقدر الله عز وجل. خلاص ما في مشكله، اذا كان يحفظه عند محامي دفع للمشاكل لا اشكال. طيب تمام. القسمه الشرعيه كيف؟ او هتبقى كميراث، لانه كاتب كميراث الان. اختار رأي الإمام أحمد أنها ستكون كميراث. نعم. ليست هبة لأنه لن يملكهم إياها. صحيح صحيح. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. سيدنا كان عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول يا سيدنا، هل تنصح بالوابل الصيد لطالب العلم المتوسط؟ نعم. هل تنصح بكتاب الوابل الصيد لابن القيم لطالب العلم المتوسط؟ عادي، لأن كتاب الوابل الصيد أذكار يعني. نعم. بس اشتري 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 الطبعة المحققة. الطبعة المحققة. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والدنا الكريم ربنا يحفظه. تفضل تفضل. هناك رجل له خمسة أولاد، له ثلاثة أبناء وبنتان. أيوه.
في اتنين من الاولاد متزوجين وبنت متزوجه، في بنت مطلقه وولد غير متزوج. فهو بيسال لان اللي قاعد معاه في بيته اللي هو الولد اللي هو غير متزوج والبنت المطلقه، لكن الولد بيقول عليه ان هو عاق وليس حسن، يعني ليس حسن الاخلاق وكده. فهو بيسال هل يجوز ان هو يكتب الشقه باسم البنت المطلقه دي؟ بس فهو سالنا فقلنا له هنسال الشيخ مصطفى. طب لماذا يكتب الشقه عشان من اجل حقوق الولد يعني؟ بالظبط ايوه، لان هو يعني هو يخشى ان هو لو بعد ما يموت بان الولد ده هو اصلا عاق وقليل الادب حسب قوله، فممكن ايه يطرد البنت وممكن يعمل اي حاجه يتجوز فيها او كده. فهو بيسال هل يجوز ان هو يكتبها لبنته ولا كلها ليه؟ طيب ما يكتب للذكر مثل حظ الانثيين او يسويها، يعملها هبه، يعني هيعملها هبه في الدنيا ولا بعد الممات؟ لا وهو هنا لا يعني عايز يكتب، يعني هيعملها تمليك كامل للبنت هنا في الدنيا ولا بعد الممات؟ لا تمليك كامل، لا تمليك كامل كده يظلم الولد يعني، ده يجيب مشاكل اكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدنا. انا اتساءل كثيرا في الصلاة وقراءة القرآن، فما معنى هذا؟ اكظم ما استطعت، التثاؤب من الشيطان، اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل. كافح كافح التثاؤب. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وحياك، تفضل. كان في سؤال دلوقتي، انت حضرتك لو تعرف الراوتر بتاع النت اللي هو بتاع الوصول والسمة والوصول دلوقتي. كان انا كان عندي مشكلة فيه كبيرة جدا، كنت كل شوية اروح الخميس مع نفسه، رحت السنترال بتاع فرع الشركه واديتهم بتاع اكتر من 3-4 مرات، قالوا لي ايه بتاع عندنا شغال 100 100 ومفيش اي مشكله. قلت لهم خلاص ماشي، بحاول عندي بقدر اتصرف بيه. رحت كلمت الراجل بتاع الدعم الفني اللي بيجي الشوارع، قلت له يا فندم البتاع ده مش شغال. قال لي خلاص روح انت السنترال وخليهم يكلموني من هناك وانا هكلمهم. هو كلمهم هناك واداهم كلم الراجل بتاع الدعم الفني، قال له الراجل ده عنده مشكله في الجهاز ده وغيره له. هو الراجل هناك غير لي الجهاز بس ادولي بيه بلاش، هو شركه بيطلعوا بديل للبلاش، بس هو عشان هو اللي كلمهم خلوهم يغيروه. لما انا رحت لهم ما رضوش، لما انا اخدته ببلاش بسبب في مشكله بدلوه. واسمه ده يعني ايه بس الموضوع اختصارا، مش تهت توتيني معاك، هل انت من حقك تاخذ هذا الهاتف بدون ثمن؟ ما لا ما عشان هو عندنا في مشكله بس هم ما رضوش معايا. يعني راديو انت راديو مع بتاع تعمل فني مع الراجل بتاع الشارع اللي بيتبعهم يعني بس في الشارع ما رضيش. يا اخي النهايه انت اخذت حقك قبل اخذت اكثر من حقك. ما لا ما انا انا عايز افهم هل في الفكره هنا، انا عايز اعرف انا اخذت فعلا بالظبط. انا عايز انا ما اعرف يعني والله. يسلم عليك. حميد الشويش بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم توصيل منتجات حلال ولكن قد تستخدم في حلال او في حرام؟ يعني زي عمل الدليفر كده، يعني ملزم ان هو لازم يسال هيتستخدم في ايه بدل من المنتج نفسه حلال. لا لا ليس بملزم. طب لو سمحت ممكن الدليل حضرتك؟ حل الله البيع. نعم نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. غابرين. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال يا مولانا. الحمد لله. شيخ أنا اتظلمت في الثانوية العامة وكده. ها؟ أقول لك اتظلمت في نتيجة الثانوية العامة. الله يعوضك خير يا رب. التظلم بكرة فحضرتك عايزة تدعيلي. هم فتحوا التظلمات؟ فتحوها. طيب ربنا يوفقك ويعطيك حقك. امين يا رب. ادعيلنا بمجموع كبير ان شاء الله. انا اعطي لك يا ربنا يعطيك حقك. بقول لك يا مولانا. ها. هو لو والدي كان بياخد اموال ربوية وفوائد من البنوك وكده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، معلش سؤال طويل شوية. اختصر قدر الاستطاعة الله يحفظك. بقول
حضرتك انا كنت مؤسس شركه، تمام؟ ها؟ مؤسس شركه. مؤسس شركه نظام اسهم. ايوه. اسهم خارجيه، تمام؟ نعم. كنت انا واخويا. فاحنا كنا شغالين انا 3 سنين على الوضع دوت، تمام؟ ها؟ اشتغلنا 3 سنين. نعم. تمام؟ فجاء اخويا بعد 3 سنين قال لي، انا كنت حضرتك شركه كامله يعني. كنت عاوز ايه؟ كنت عاوز ايه؟ بقول لك انا كنت قاعد في سكه كامله لاخويا. ايوه وبعدين؟ تمام. فجي قال لي، قال المشروع بتاعي خسر، قال لي في ناس جت نصبت عليا ومعيش ولا جنيه من المشروع. ايوه تمام. فانا جيت بعت البيت. اه تمام. وهو اصلا يعني قبل ما اقول لك كده، تمام، فهو قال لي انا الفلوس دي ملزومه مني انا، وانا المجبر ان انا ادفعها كلها، تمام، وهو مش في ايدي سيوله معايا. معاك والله، بس اختصر لي من اجل استوعب. اختصر لي من الاول من اجل استوعب. انت مؤسس شركه وبعد نظام شريك مساهم. انت شريك مساهم. يعني انا مدخل ناس شريك مساهمه، يعني اسست شركه وادخلت ناسا فيها مساهمين. مساهمين، تمام. الناس دعوت نفس لي انا، تمام. ايوه. فكنت انا واخويا. طيب وبعد؟ تمام. فهو دلوقتي قال بعد 3 سنين قال الفلوس دي خسرت. اخوك معايش ادعى ان الاموال خسرت وانت شريك. وانا شريك. شريك تفهم في الشغل ولا ما تفهم؟ لا يعني هو اخويا ده كان الصنايعي، وانا كنت بجيب الاسهم دي بحيث نشتغل نكبر المشروع يعني. يعني شريك بالمال فقط. وبعدين؟ فبعد كده قال المشروع في ناس نظرت عليه فيه. ايوه. تمام. فهو قال لي خلاص ادفع فلوس الناس، انا مش ملزم بيها. تمام؟ تمام. فهو قال لي انا ملزم بالفلوس كلها، انت مش ذنبك حاجه، لان انا ضيعتها فانا الملزم بيها. والسؤال ايه بس بالله بسرعه كده يعني النهايه السؤال؟ ايوه، ما هو ده يعني من ضمن السؤال. يعني هو تعهد بسداد الاموال التي نصب عليه فيها. ايوه. خلاص سلمت كده، ما دام تعهد خلاص المشكله. فهو انا دلوقتي معاش فلوس هو، فانا بعت البيت فسددت اسهم من الناس، خدت فلوسها كامله. طيب تمام. طيب. وفي جزء من الناس اتبقى جزء صغير، فانا قلت للناس دي ادي لكم النص، انا خسرت معاش فلوس والفلوس اللي معايا ممكن ادي لكم النص. نصف المبلغ المدفوع يعني. نصف اموالكم فقط. نصف اموالكم فقط. ايوه. رضي الناس بذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ، والدتي مالها؟ والدتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك ويبارك في حضرتك ويبارك في عمرك. واياك يا شيخ مصطفى، بالنسبه للحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قام الليل بآية. نعم. سألت حضرتك فيه من يومين، كنت انا طولت مع حضرتك في فتره من فتره كده في موضوع الحاجات اللي بيصححها الشيخ يا اخ احمد. اختصر الله يكرمك. الله يا اخ احمد. قلت لي في كتب لم تصل للشيخ الالباني طبعت بعد ما توفاه الله. نعم صحيح. بالنسبه لاخر حديث ده اللي كنا بنتكلم عليه، نازل بالصحه بتاعته في الكتب التسعه، وحاجه اسمها ايه درر الثانيه، موقع برضو اخر. ايه الكتب التسعه؟ عفوا 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 اتفضل. عفوا، ما الكتب التسعه؟ تعرف الكتب التسعه يعني ايه؟ اللي هي اللي روع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الكتب التسعه؟ عفوا. والبخاري ومسلم وغيرهم. يعني الحديث في الكتب التسعه؟ لا لا، هو حضرتك الموقع ده بيجيب هو ورد في انهي كتب، فهو ورد رواه الترمذي ومتهيألي ابن ماجه
وصححوا الشيخ ال يا اخي ارجوك الباقي. ارجوك يا اخي ارجوك اسال سؤالك ب... انت الاخ احمد ولا غيرك؟ اه انا احمد. طب حضرتك اللي انا بسال فيه حضرتك. لا لا انت كده هتوسوس يا اخي، هتوسوس يا اخي. في الرواه اللي فيهم عله كلمني على الخاص الله يحفظك، ولا انا فاكر والله كلمني على الخاص. انا بسال معلش يا اخ احمد، كلمني على الخاص. حاضر الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وربنا يحفظك يا رب. وإياكم. بقول لحضرتك يا شيخنا، كنت عايز أستفسر على أمر مشكل عليا. تفضل. يتناول من أحد الأفاضل يعني بيقولوا إن طريقة الحفظ الموجودة الآن للقرآن ليست من السنة، وإن السنة عدم تجاوز 10 آيات إلا العمل بهن الأول وكده. كلامهم غير صحيح. طب ما هو في أحاديث عن الصحابة بتقول كده يا شيخ. بعض الصحابة يفعل ذلك لكن ليس إجماعا. يعني كان في من الصحابة إنه بيحفظ قرآن بكميات طبعا في وقت قبل العمل. أصل هو الإشكال إن هم بيقولوا إن طريقة الحفظ الموجودة دلوقتي بدون يا أخي هذا كلام مصبط عن حفظ كتاب الله، اتق الله شوية. مش ليا ده، أنا بس تفسر ليا. أنا قلت لك ليس إجماعا ولم يأنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وابن عباس يقول لقد رأي عكرمة يقول لقد رأيتني وإن ابن عباس موثقي على تعلم القرآن. كونك تقول للناس لا تحفظوا 10 آيات إلا بعد ما تعملوا بها وبعدين تقلوا، الطفل لا يعرف العمل بها ولا يفهم كثيرا من معناه. أنت ما معنى تصبت عن تحفيظ كتاب الله سبحانه؟ أيوه. وعندك عمرو بن سلمة الذي كان يؤم الناس. عمرو بن سلمة هذا رضي الله عنه الذي كان عمرو بن سلمة الذي كان في الطريق ويحفظ القرآن من المرة، كان في طريق ويحفظ القرآن من المرة، وكان أكثر قومي حفظا للقرآن. هل تتصور أنه كان ينقل لا يحفظ إلا أن يفهم ويعمل؟ طفل صغير كان عمره 6 سنوات. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سيدنا عايز أتأكد من مقولة إثبات الحكم. عايز تتأكد من ماذا؟ إثبات الحكم على الوالدين عقوق. أنا مش فاهم كلامك. لما أثبت الحجة على الوالد بيبقى عقوق؟ لما تثبت الحجة على الوالد يكون عقوقا؟ نعم. طريقة إثبات الحجة وما الموضوع الذي تثبت به الحجة على الوالد؟ يعني افترض أن لك رأي مخالف للوالد وقلت للوالد يا والدي رأيك مجانب للصواب والصواب كذا لعلة كذا كذا، ما في عقوق بالأدب والحسنى. يعني لا يصبح عقوق؟ لا يصبح حقوقا. ربنا يجزيك كل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا. تفضل. لو سمحت العموم الفائدة يا شيخ، مسألة صلاة الفجر، تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والوقت المحدد بينهم يعني. والله يا أخي إذا رأيت الخيط الأبيض تبين لك من الخيط الأسود دخل صلاة وقت صلاة الفجر. كم هي ما تتبين، ما هي ثابتة طول السنة؟ نعم. ولا ثابتة في كل البلاد مثل بعضها. يعني منكم تمهل ربع ساعة عن الأذان الأول، ثلث ساعة تكون دخلت في الأحوط. ولو صلينا في 10 دقائق مع عموم الناس. والله يا أخي أعتذر إليك عن الجواب. يعني إذا كان الخيط الأبيض تبين صلي معهم، ما متشكك صلي معهم، تأكل لك نافلة وصلي بعد ذلك. نعم شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. عندنا رجل يعني لا يحسن قراءة الفاتحة ويتقدم للإمام، فماذا يفعل معه وما حكم الصلاة خلفه؟ ماذا يفعل معه وما حكم الصلاة خلفه؟ نعم. يعني الأخطاء تبطل القراءة ولا إيه بالضبط؟ أخطاء في الفاتحة يعني ألحان. ها؟ يلحن في الفاتحة يعني ألحان يغلط يا سيدي.
فكرة أصح يعني. يعني ممكن تمثل لي مثال الله يستر عليك. يعني مثلا اهدنا الصراط، يقول الصراط السين. الحروف متقاربة المخارج كالصاد والسين والذال والزاي، العلماء يغتفرونها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفسار يا شيخ، دلوقتي يا شيخ ان ليا صديقي بره مصر وكده، وانا كنت محتاج دراهم بره، فكان حسابه معايا 50,050 جنيه، فهو اداني الحساب البنكي وانا اديته حساب واحد صاحبي هيحول لي ايه عليه، فحولت له، جيت احول له 50,050، الحساب بتاعه مش قبل غير ان انا احول له 50,000 واتبقى 50 جنيه، تمام كده؟ فقلت له هات لي حساب تاني عشان احول لك، لان لازم التقابض يكون في نفس الايه الوقت، فمش عارف ان هو يجيب حساب، فقال لي استنى لبكره ان انا ايه هبعت لك حساب تحول لي عليه 50 جنيه. هل انا كده حرام عليك؟ عفوا اعدي السؤال عذرا تاني. انا كنت عايز دراهم من واحد، تمام كده؟ عايز ماذا؟ هو دراهم من شخص. دراهم؟ ايوه تمام كده. فهو كان حسابه 50,050 جنيه، فهو اداني حساب احول عليه 50,050 جنيه، حولت تمام كده، وانا اديته حساب هو هيحول عليه الدراهم اللي هيحولها، تمام كده؟ فحولت له 50,000 وحسابه ما قبلش يقبل ان انا احول كمان 50 جنيه. يعني تفاوتت المساله في 50 جنيه. اختلفت في 50 جنيه فقط. خلاص، وقال لي بكره حولهم لي، تمام كده؟ بعد الساعه 12 يعني حولهم لي، قدام هو مش راضي يقبل دلوقتي، تمام كده؟ او هجيب لك حساب تاني تحول لي عليه 50 جنيه، تمام كده؟ بس ايه هيكون بكره. فايه حكم دلوقتي ان انا فاضل في المبلغ بس 50 جنيه من ال 50؟ خلاص، يعني اذا اردتم تغيروا ال 50 جنيه بسعر غدا لا بأس. تمام. انت لك عنده مقابل ال 50 جنيه دراهم والباقي يمشي. يعني ال 50,000 اعتبرت وبيعت تم بيعها، يبقى النظر في ال 50 جنيه وقيمتها. تمام، 50 جنيه، هل ارجع له الدرهم تاني ولا لو هو متراضي في ال 50 جنيه بقيمتها؟ عند احولها لك دلوقتي احولها له. الكلام عند لحظة السداد. عند لحظة السداد. ايوه. اقول له احولها لك ولا ترجعها لي؟ نعم. هو البيع مضى في الذي حصل به التقابض. تمام، يعني في وقتها اقول له 50 جنيه ارجعها لك ولا ارجعها لك دراهم، صح كده؟ الله يسلمك. تمام، الف شكر. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش حضرتك يا شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك بس يعني نقرأ في مؤلفات الدكتور إبراهيم السكران، إيه رأي حضرتك؟ إبراهيم من؟ الدكتور إبراهيم السكران. لا أعرفه. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ممكن ترفع السماعة؟ لا مش ممكن، هذا وقت عام للناس كلهم، وإذا رفعت السماعة أيضا يسمعونك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أسأل الله يبارك في عمرك وفي عملك. وياك، تفضل. ما صحة حديث شيبتني هودن وأخواتك؟ أسانيده كلها ضعيفة. نعم، أسألكم دعاء يا شيخنا في الدراسة. الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. أسألك هذا الشيخ. نعم. هو جه دوت، هو نصب عليها تمام، أنت قلت زي ما أنت قلت كده تمام؟ نعم. بقول لك السؤال تمام، هو دلوقتي قال انا متعهد بالفلوس دي كلها تمام؟ سمعنا يا شيخ؟ والله من فاكر السؤال الاول يعني. تمام، بص يا شيخ، انا كنت شريك نظام شركه، شريك مساهم. اتفضل. انا كنت جايب الفلوس دي لاخويا تمام؟ فاخويا بعد فتره جه قال لي خلاص انت بقى. قلت خلاص ان الاموال الخساره اخوك قال انا متحملها. بالكامل. وانت بعت بيتك. ايوه، هو معاش سيوله، معاش فلوس. ايوه، انت بعت بيتك وسددت الدائنين، بقي عدد من الدائنين، قلت لهم لكم نصف المبلغ فقط. تمام، في ناس انا اعطيتهم وفي ناس ما خدتش. خلاص. وقلت الباقي عليه هو. ماشي.
لان انا دلوقتي لم تلف شيء. خلاص الشاهد السؤال هنا هل انا دلوقتي الفلوس تبقى لين فرقت انا؟ لان في بعض الناس بتقول لك لا انا يعني انا عايز الفلوس دي منك انت مش دعوه بالفلوس. هم سلموك الفلوس ولا سلموها لاخيك؟ في اللي سلمها لي وفي سلمها لاخويا. اللي سلمها لاخوك مسؤول من اخيك. واللي سلمها لك انت مسؤول منه. يعني حتى لو هو ما صدقش يبقى انا الموضوع يبقى دين عليا انا؟ اللي هو المسؤول عنها، هو المسؤول عنها واستلمها منهم وتعهد بالسداد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخ بقول لك يا شيخ، هو دلوقتي افرض دلوقتي ما جابش الفلوس ديت، يبقى انا مدين دلوقتي؟ ما هو الفلوس هو ضيعها كلها وقال للناس قال الفلوس عندي انا. يا اخي هو تعهد بها خلاص عنده هو. يبقى عنده هو يعني عنده انا حاجات دي الفلوس دي عنده هو يا انا. عنده هو صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس انا كنت عاوز احب اسال سؤال يعني. اتفضل. هو حكم فتح محل البلاي ستيشن يا عبد الرحمن؟ خلاص خلصنا. اتفضل. مكروه مع وجود ضوابط؟ والله ضوابط لا بأس. خلاص يعني تمام مفيش مشاكل. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا لو سمحت بعد اذنك، بالنسبة لحكم والله من زمان عبد الرحمن كنا كده يعني يومين ثلاثة كده. نعم. حكم استداء الرجل للذهب الأبيض لا يجوز. هو الذهب، هو ذهب بس الغاية في اللون الخليجي. هو ذهب ولا هو أنواع ثانية من لا هو ذهب بالضبط. سألنا تجار الذهب عن هذا ومصنعي الذهب، هو ذهب بالضبط. نعم. تفضل. العبرة ليست باللون يعني. هل لونهم بيضيفوه بس يا مش. لكن هو ذهب في الاصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حكم الالقاء السلام على النساء مثلا. السلام عليكم اذا لم تكن هناك فتنه جاز هذا الالقاء. والعكس؟ ها؟ والعكس؟ وليه؟ إذا كانت فتنة امرأة عجوز في سن أمك قالت لك السلام عليكم لا بأس، لكن فتاة في سنك وسلمت عليك الفتنة قائمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في عمرك شيخ. وفيك يا أختي وفيك. أريد أن أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. زوجي لديه زوجتان. حدثت مشكلة بينه وبين الزوجة الثانية فترك لها المنزل وذهب إلى الزوجة الأولى لمدة أكثر من شهر. اتصلت به الزوجة وذكرته بالله يعني وقالت له أن لا يجوز ان انت تاخذ ايامي وتعطيها للزوجه الاولى وكده، وانا مش مسامحه ومش متنازله عن ايامي دي، ولكن الزوج ما زال متمسك برايه وان هو باقي عند الزوجه الاولى. خلاص ظالم. طيب حضرتك ممكن توجه رساله نوجهها في وقتها ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. حكم لبس الذهب لطفل الرضيع. حكم لبس الذهب للطفل الرضيع؟ اه. جائز طفل صغير لكن الاولى عدمه. الاولى عدمه؟ هو جائز لانه طفل صغير بس الاولى عدمه. تمام. تمام جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا
حضرتك يا شيخنا، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، اتفضل. والله انا عندي ارض زراعيه ملك. طيب. وكل سنه بتقابلني مشكله ان انا المفروض اطلع عليها زكاه ولا لا. هي الارض هي كانت فلوس معايا، وانا اشتريت الارض دي من سنين، وهي مزروعه ومأجرها حاليا دلوقتي. يعني أنت مأجرها بالزرعة ولا مأجرها بالفلوس؟ نعم يا فندم. مأجرها بالزرعة، نصف الزرعة أو ربع الزرعة، أو مأجرها بالمال؟ لا، بالمال، بالمال، مأجرها إيجار شهري بالمال. ليس عليها زكاة، لكن إذا اجتمع من هذا المال مبلغ وبلغ النصاب، أو ضم إلى سائر أموالك فبلغ النصاب، يزكى كما يزكى سائر المال. بعمل كده فعلاً. لكن انا في نيتي ان الارض دي مش موجوده معايا دايما. الارض دي فلوسها، انا لو لقيت مشروع افضل من مشروع الارض انا هبيع الارض. ما فيها مشكله، النيه دي ما فيها مشكله. النيه ما فيهاش مشكله، لكن طالما بهذه الطريقه التي وصفتها. نعم يا فندم. بهذا التوصيف الذي ذكرته. ايوه. نعم. تمام. كتر الف خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. خلاص فاضل من دمشق صاحب الشيخ ياسر عسل من الثانية. نعم نعم. صاحب الشيخ ياسر عسل من الثانية. صاحب الشيخ ياسر عسل من السنانية دمياط. وبعد؟ أنا موظف في الأوقاف، فوالدي ووالدتي متوفيين من سنين، وانا بشتغل في الاوقاف يعني، فكان بالشفاء عن تعبك يعني. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. ايه يا شيخ؟ تفضل. الله يعافيك. سلام. الله يحبك. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ولا حضرتك يا سيدنا، كنا عندي استفسار بس. تفضل. أنا دلوقتي كنت يعني خاطب بقالي سنة ونص. نعم. أنا خاطب بقالي سنة ونص. خاطب لك سنة ونصف. نعم. ف يعني ظهرت مشكلة كده. أنت حضرتك معايا؟ أيوه. فظهرت مشكلة ف يعني البنت اللي أنا خاطبها يعني متعلقة بيا وكده، ويعني إيه يعني أنا حاسس إن أنا لو سبتها هتموت، هتنتحر. نعم. تظهر لك انها ستنتحر. نعم بالظبط، يعني انا حاسس ان حياتها هتتوقف وكده وهتحصل لها مشاكل جامده يعني. والنهايه انت مش عايزها يعني ولا ايه بالظبط؟ انا يعني احيانا يعني بقرر ان انا لو قررت ان انا اسيبها. انت حاجزها لك سنه ونصف يا اخي. يعني لو هي اختك بالشكل ده ومعطلها سنه ونصف عن الزواج، انت ترضى لها كده؟ لا يعني اقول لحضرتك يعني ظهرت مشكله. ايه المشكله؟ يعني مشكله يعني تتعلق بنيتها وكده. بنيتها؟ بنيتها الجسديه يعني ارى انها ضعيفه. انت النهايه ماذا تريد؟ اذا اردت ان تستنصح فانا اقول لك النساء كما قال الرسول لا يفرق مؤمن من ان كره منها خلقا رضي منها اخر. إن كنت تريد أن تفارقها فارقها بالمعروف وأكرمها وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله في عمرك وعملك، كيفية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ماذا تنصح؟ أنت تريد أن ترى النبي؟ نعم. عليه الصلاة والسلام. اسأل الله، ما في إلا أنك تسأل الله. الله. الله يكرمك. بهذا القدر أجتزئ حميدا الله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد هو كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واسل سخائم قلوبنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله.